كريم عبد العزيز ولا احمد مكي؟ احمد مكي. وانت؟ طيب مكي طبعا. مكي. كريم عبد العزيز صح؟ لا كريم عبد العزيز احسن. شايفين كريم عبد العزيز ولا احمد مكي؟ لا انا شايف ان الاثنين اجمل من بعض. دلوقتي اتفرجوا على الاختيار. طيب كريم عبد العزيز ولا احمد مكي؟ احمد مكي. وانت؟ بحبهم الاثنين. الاثنين. طيب حزمي. طيب دلوقتي ايه اكتر حاجه شدتكم في الاختيار؟ احمد مكي برضو. برضو؟ اتفرجوا على المسلسلات ايه في رمضان؟ الاختيار. الاختيار. طيب هسألك سؤال وهسألكم برضو نفس السؤال، كريم عبد العزيز ولا احمد مكي في الاختيار؟ الاثنين صراحه. الاثنين. طيب مكي طبعا. مكي. مكي بصراحه. مكي. ارجع الاختيار. تمام. طيب عندك استاذ كريم عبد العزيز واستاذ احمد مكي، اني بالنسبه لك احسن؟ كريم عبد العزيز. طيب بتشوف الاختيار؟ شوف الاختيار. طب استاذ كريم عبد العزيز ولا استاذ احمد مكي احسن؟ لا كريم عبد العزيز احسن. بالنسبه لك استاذ كريم عبد العزيز؟ يعني شايفه ان استاذ كريم عبد العزيز ولا استاذ احمد مكي؟ هو انا بفضل احمد مكي، بحبه بصراحه. بتحبيه؟ بحبه. طيب في الاختيار ايه رايك في استاذ كريم عبد العزيز ولا استاذ احمد مكي؟ لا استاذ كريم عبد العزيز. شايفه استاذ كريم عبد العزيز ولا احمد مكي؟ لا الاثنين كل واحد ليه شخصيته وكاريزمته يعني.